عارفه انه بات بره معذور مش تقل الدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انت بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انت مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدر فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى، اتكلي على الله يلا وفرحينا. عارفه كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا اسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغايه سريرها ما تبقاش ست. يلا الجدعاني كده وجيبي لنا حته عيل. انا هدي عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي امرني ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي امرني الكيت يا روحي. لا مؤاخذه يا نجم. باب الركلام ها؟ اموريني يا نجمه. بقول لك ايه يا مالت، اوعى تجيب سيره الخميس بأياتها حاجه. خميس سيرة حاجة، لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا مالت؟ انت هتعملهم عليا؟ ما انت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، انا ابن سوق والكلام لازم يبقى اخد وعطا. عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي انا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. امال عايز ايه يا اخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مرة جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقه، كنت هقلبه فرن بلدي، قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمة قديمة ورمانة ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انتي، بدل ما حاجة تانية تيجي مني انا، وهو عارف انه رمانة ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له اقول له، عايز انت تقول له قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوك. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الباشا. لسه في اول الليل يا عالم، تحب تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق، بس يعني هات العربيه دي. ديت؟ لا لا لا، اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا، اللي وراها الميني باص. ده اوتوبيس مدارس. انا عايز اوتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركن لي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عم. وده ايه ده يا نحنور؟ ده بشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أدار دموعي جواها. حدش عنده فرحة يا سلف، أنا مش عارفني، انا التوت مني، انا مش انا. انا مش عارفني، انا التوت مني، انا مش انا. انا مش عايز دوشه، ابات بره ابات جوه، دي حاجه تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانه وبراحتي. محدش عنده ضحكه يا سلف أداري. أمي مالها أمي؟
صوت في البيت. صوت في البيت؟ مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال زوز زوماتي خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا ورا. ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني البحر. تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تضطر حد. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا ولا اي حاجه. زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب، زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب. ياما في الزمن ده اتغيرت نفوس. القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه. لا 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 لا. الو بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومه شغاله كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانه ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوفك كل بكره الساعه 6 عشان يعزم. امرني انا هنا عشان تامرني. رمانه جاهزه؟ جاهزه ومستنياك حبايه حبايه. برافو مال، هات البلط وحصلني. امرك. احنا في زمن الوحوش ناس ما يرحموش. وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، مش وش يا مطي، ده مهما كانت عدى اسير حرب
يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي، ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليه يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطلي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه بعد الشر افندينا، مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها، ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ ابصلي، خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ اطرد! رد عليا يا رجالي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج اعرف من حضرتك اسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ ما أعرفش. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين الصعبة دينا. يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدئي اللعب على المكشوف، انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله، اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، أمرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس،
انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاوى تبير سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك، مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالي. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه للقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. زي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحتك كل. انهي كل؟ انهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، اسيب الكلب بتاعهم يروح ازاي؟ اهدى بس يا خميس، احنا لسه بنقول يا هادي، وانت لسه طالع والعين عليك، والحكومه لو شمت خبر. ايش دخل الحكومه في اللي انا بقوله؟ ولا احنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصه اللي اتربصت لك ردين عليها يا خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالسهل، برضك ليه رد. ورديت على الرصاصه ازاي يا خال؟ بوظ للنوح عمليه تقيله، دافع فيها قرشين حلوين. قال اه بوظتها له ازاي؟ اخباريه للحكومه. ده كلام ده يا خال؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدره ولا خيانه؟ ومن امتى بندخل البوليس في المبال ده؟ لا اله الا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، ده رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية افندينا ولا يطلع من ايدينا ابو سهنة. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روح، بس متعيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز قوم يا افندينا. يا مغز يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ أبو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. دماغك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ أنت ناسي عمل إيه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى أصول الكار إنك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده أنا عاوز تبقى كبير يعني. أنا لا عايز أبقى كبير ولا عايز أبقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خسارة. على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش اصبري عليها مطر، بكرة يعني. الحكاية بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك، انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك.
واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. بقولت لك الصبر يا مطره. الله، هو السمع بقى بعافيه ولا حاجه؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبية، ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. انا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة. قولي كيلو سكر عادي. سوريا بيت يا سوريا، عايزاك سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر اهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو، هوى 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 لغايه ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي ده كل الحجاره ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تسعكي ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله، انا هسبقك على فوق حتى القعده. عين عليكي بنت متعاونة، بس محتاجة مجهود. اه لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت وامشي الرجالة. هاي يا علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمة، نفس اللي قالهولك. يا اخي زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعة خلاص. يا باشا زي الغنم، عصاية واحدة تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يو يا علي انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه؟ انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هما دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشيه على علاج ولا ايه؟ طب ما في ايه؟ بس الحقيقه انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحه معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي باذن الله، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح جيتيلي متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل. انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والامومه. انا مش عايزك تكوني متضايقه من صراحتي، بس لازم اكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة ممكن أطلب منك طلب؟
يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي، ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الواجب. لو أنت ما بتعرفيش تعملي الواجب في أوضة النوم. الواجب واجب في أي حتة. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، أنا أصلاً خارج. طب ما يلزمش مني أي حاجة قبل ما تخرج. ما يلزمش. متأكد؟ متأكد. حاجة كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. يا شو؟ أنت بتثبتيني ولا إيه؟ معاش اللي يثبت. معاش اللي يثبت أفندينا. بس أنت لو طلبت لبن العصفور هيجيلك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكة بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير. هو أنا ماسكاه؟ ما الدنيا براحة إيه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. أوعد أهل دايرتي الكرام، أول ما رجليا تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة ولا فرد أتواجد. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. وأوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا ذل بلا اهانه بلا ضرب على القفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. هو في ايه؟ لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه. من بلطجي انتخابات اللي مترشح؟ هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص. انما قول لي مكتوب ايه الاول؟ بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. كرامة؟ اه مكتوب كرامة؟ اه مكتوب كرامة. اتفضل شيشة المعلم يا كوارع. ولا يا جند الشباب، بكرة الشعب عنده كرامة. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. جند الشباب اللي حمينا المعلم خميس افندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه. حمد لله على السلامه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. تعال يا كتكوت. تعال يا دامك. ريحوا الرجاله. هموت يا بيس مرعوبه. ليه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده؟ انا حاسه انك واخده عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقول الافندينا وهو يتصرف.
لا انت جننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. كبير يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الاخر، مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز، فاهم؟ امرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت اطيل الارض، لغاية ما اصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل ها؟ يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى على قط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طبخ السم بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس، أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطواط لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطواط المرحلة، أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض، على قفا إيه بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات، يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر هو خرج من العشة ورجع لأهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وأنا أول المتباركين. أنا في ديك الساعة فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده كده تبقى اتفتحت لي طاقة القدر، والدنيا زهزهت، والحظ أنتم معايا. يا أخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده أنت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع مالته ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عيلت. بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل. بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما أنا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعنا. ايه